مرحبا بكم، على سلامتكم وين ما كنتم. اليوم جيتكم بوصفة سبيسيال تاع العجينة تاع البيتزا، ان شاء الله تكون تعجبكم وتسيوها ان شاء الله. وقول لي الاخبار، عندنا كاس ونصف تاع فيشي كما راكم تشوفوا، ماشي الماء وماشي الحليب، عندنا فيشي كاس ونص، عندنا زوج ملاعق كبار تاع الحدا، عندنا تاني 3 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون، وعندنا تاني كزوج ملاعق خميرة تكون كبيرة، وعندنا ملعقة سكر كبيرة، وعندنا الفارينة نديرو حتى ونتلم العجينة تاعنا. مقبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله، ما تنساولناش تبارطاجيو الفيديو وديرو ابوني. هيا بو حاجة الاولى كيما راكو تشوفو، عندنا فيشي ندير هو الاولاني، ومن بعد عندنا تانيك السكر، المكونات نديرهم كامل على خطرة كيما راكم تشوفو. نخلطو شوية السكر، عندنا تانيك عندنا حليب بودرة، زيت هنا تاني الزيت، وعندنا الخميرة. دوك نخلطوها مليح حتى الخميرة تدوب معاها، ونخلوها درك هنا نخلوهم يتفاعلوا حتى يطلع مليح الخميرة تاعنا، ونحطوا الفارينة والملح حتى تحكم الحالة تاعنا. فوالا كيما تشوفوا دوك نغطيهم هنايا، فوالا دوك نغطيها حتى يتفاعل معنا الخميرة مليح، ومن بعد نحيوها ونعاود نولي توكي تعاود تخمر نعاود نولي لكم. بون درك هنا طلعت لي هنا الخميرة تاعي اللي مكونات الزيت اللي درتهم، بون طلعت لنا هاديك خلطة مليحة هكدا. دوك هنا نديرو الفارينة ونديرو الملح معاها، بون الملح دير بغير فيها ملح، مي حسب الذوق تاعكم نتوما ديروه. بون دوك نبداو بالفارينة هي الأولى، دوك الفارينة نديرو حتى وين تشد روحها، وهنا عندنا نص مغرفة د الملح تاع الماكلة نديرها مع الفانة باش خلطنا مليح. دوك ما نقدرش نقول لكم اكزاكت الفارينة شحال ديرو، خاصو كان حسب الفارينة اللي عندكم نتوما اللي تباع عندكم. تي تشوفوا لا تجينا شد روحها ما ديروهاش يابسه بزاف، تلقى شد روحها حبسوا. دوك انا نخلطو مليح، وانا كيما تشوفوا دوك نزيد الفارينه هنايا، ودوك انا نستعمل يديا خلطه بيدي خير، ونقعد نزيد في الفارينه غير بشويه حتى نلقى روحها بيا. بون دوك هنا نديرو طاب طرافاي تاعنا، نديرو شي فارينه ونحطو العجينه تاعنا، نفتحوها مليح بيدينا، نديرو شويه
بالعقل هكذا. وهاك ما كيفاش تحصلوا عليها. دوك انا نديروها تخمر، دوك التخمر طلع عندنا مليح نعاود ندير لكم ان شاء الله. بو كيما تشوفوا عندي العجينه تاعي راهي خمرت، تاعي طلعت ما شاء الله. بو دوك نفتحوها هنا، يا نقسمها مرصوات. بو عندي هنايا، عندك ما تشوفوا عندي الطون، عندي فرماج رابي، عندي موزاريلا، وعندي كروفات، وعندي طوماطيش راني وجدتها الافونس طوماطيش. نوريها الطوماطا هاي هي نخدم بها، هاي وراها. عندي طوماطيش سرفشتها، عندي الراند، عندي لي زيبيس درتهم، فلفل الكحل، الملح، الكمون، قلت لها الحماير. المهم لي زيبيس درتهم، تجي ما شاء الله البنه تاعها عندها ريحه هايله. دوك هنا نحط فرينا في التراب، طرافاي تاعنا نوجدها فرينا. دوك انا نقسمها، نقسمها على ثلاثة. نفتح بعدا تشوفوها، ونغير نحطهم وحدهم، خليهم يزيدو رقوصي شوية. تاعنا تحبوا تحلوها بيديكم كيما تحبوا نتوما. وكي تحلوها ما تخلوهاش شينا، باسكو كي تحطوها طيب زيد تخمر تاني. نيوس نيوا تاعي نحطها لداخل. كروفات هذه كيما راكم تشوفوا درك، انا هاي وراها زيدها شويه فرماج من الفوق، ما شاء الله جات. دوك نرجعها تم نعاود نحيها، بس ما يدوبك نعاود نحيها. هاي وراها هي دوك نقسمها لكم وتشوفوها كيف قدامكم جات. يعني جات ما شاء الله. درك هنا نديرو لها شويه زيت المعطروف، شويه زيت الزيت المعطروف هنا. شوفوا يعني جات ما شاء الله. هاي الراي من تحت الطابة تانيك الله يبارك جات. هذا شوف هاي الراي.
دوز نكمل لكم الاخرين تشوفهم كيف جاو. مو عندي لا دوزيام، هادي عندي رابط مو هنايا. ندوب معاها دوك نعاود نبيه ليكم. بون يوجد دوزيام دوك الطرف تاعها نواس ولا بزاف زيتون تانيك. الله الله ها هو الراي، واش رايكم فيها؟ يعني جات هايلة 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 فوربل بزاف. دوك نزيد لكم ندير لكم هادي سبيسيال غير الفرماج ولا كريم ليكيد. هادي عندكم 3 موديل، وهذا تاني كلا كريم ليكيد. فوالا دوك هكذا نديروها طيب. هادي درت لكم بالفورماج تانيك، هاكي فاجات يعني جات ما شاء الله جات. ها هو الراهي زاد سخون هذا وين خرجات يعني الله يبارك. ملحقنا نهاية الفيديو، ما تنساو تشاركونا في الفيديو، بارطاجي فيديو باش يعطيكم كل جديد ان شاء الله. السلام.